بعد طول ترقب وانتظار إجابات مبدئية وأولية عن طريقة اغتيال إسماعيل هنية، إجت على اللسان وكالة فارس للأنباء في إيران يلي قالت بأنه التحقيقات الأولية بحادثة الاغتيال يلي وقعت في قلب العاصمة طهران تشير إلى أن الغرفة يلي كان فيها هنية تعرضت لمقذوف جو أرض دمر أجزاء من السقف والنوافذ في مسكنه الموجود في منطقة الزعفرانية، وأن إسرائيل خططت ونفذت العملية، لكن إسرائيل ولحد هلأ ما صدر عنها أي بيان رسمي أو تبني للاغتيال أو حتى تعليق على ملابسات وحيثيات الحادث يلي بدوره فتح المجال لمزيد من الأخذ والرد والتكهنات وتقاذف الاتهامات. الإعلان هذا عمل ضجة وتعليقات كثيرة على مختلف منصات السوشيال ميديا، خلونا نشوف جزء منها ونبدأ مع عبدالله يلي شارك وقال هذه سابع رواية خلال يومين، أي تخبط تتحدثون عنه؟ كمان في عنا مشاركة إجا فيها معروف السالفة ما تحتاج تحقيقات. كمان عنا مشاركة من رامز يلي قال متأكدين إنه جو أرض يعني طائرات دخلت وقصفوا ورجوا.